هلا اليوم انا ضيف عند سيلينا وهي اللي عم تاخذني مشوار بمدينه الملاهي. كيفك سيلينا؟ شو بتحبي تقولي لهم للعالم؟ هلا سيرينا رح تركب بهي اللعبة. انا اركب معك؟ لا لا هي لحالك انت. لا ما هي دوخة عن جد. طنطن دراويين. عزيزتي وأعزائي المتابعات والمتابعين، كل عام وانتم بألف ألف خير. الدنيا عيد وكلياتنا بنعرف انه العيد ما بيكون سعيد الا بمدينة الملاهي على الأكيد. تحذير، يحتوي هذا الفلوق على أصوات صراخ وبعيء. تعالوا نركب بهاي. هي مصرة انه تركبنا كلياتنا معها فرح نركب. هي رح نركب سوا بالدويخة. شوف مين رح يدوخ اول. مين رح يدوخ اول؟ انا؟ هي هي الروح. ما قلت لي انه بتهرس. انا رح اطلع لبرا. يا بيعة. يلا نصيح سوا، واحد اثنين ثلاثة. والله انت ربحت الشرط دخل. يا عمو لسه ما خلصت. لسه ما خلصت؟ لسه ما خلصت. ما خلصت. انا بصير اسرع. حطوا لي لايك. لا لا عم بمزح انا رواق بس انا بفكروني جمهور خيفان. انكسر خاصرتي راح تطلع لبرا. لا انت خاصرتي لسه في لمسه اخيره. اخ انا نص صيادني برا. نقدم لكم عصير الداروين. انا انعصرت نظامي. كيف كانت رحلتك؟ كان عبالي يركب بالسيارات بس سيرينا كان لها رأي تاني. بدك تركبينا بهاي؟ بركي بخفتي. مرحبا بكم في قلعة الأشباح والغموض. هاي الدارك كاسل. أنا ما أعرف. هاي دي تبع ايرون مان. سجلنا دخول وتمركزنا بمواقعنا. في شيء كتير غريب جوا رح يبين، إذا انتبهتوا له اكتبوا لي شو هو بالتعليقات. لأنك معي. ماني خايفة.
انت في بحر الظلمات. لا عرس يا ابوي طيب بلا مش طيب بلا الله حيو ليه هالدرجه بيشبهوه؟ ايه هدول شو اسمه؟ رفقاتي. يا جماعه اللي ما بيحط لي متابعه هيك بصير فيها هيك يلا شو هذا خلصت؟ خلصت؟ لا امي اللي جربتني اركب بهاي مع انها كنت بدي اركب خلصت؟ مع اساس نطلع فوق خدني نركب بهاي الافعوانية يلا روحوا لنشوف. قلت لحالي بركب هيك العاب نتعلم اللف والدوران. بالله تكتبوا لي انتو شو بتسموا الافعوانية ببلدكم؟ انا بعرف انه بسوريا بسموه قطار الموت. مصور طريق ولا مصور حالنا؟ لا ما طريق في مليان منه على اليوتيوب اما نحن ما في مننا. امشي بخوف ليكي وين هلا نتفرج على حالنا ونحن خايفين. ليكو المنظر ليكو المنظر يلا وصلنا. لسه ما وصلنا. سبب التليفون. انت في نفسك. هاي امي بتضحك في بالقلب. كنت كبير. جوع جوع قاسي. يا يلا. واحد. اثنين. ثلاثة. واحد. واحد اثنين ثلاثة يلا يلا اسكت لورا لسه واحد اثنين ثلاثة اربي اربي لعندي اربي طيب وين امك؟ ما بعرف. وين ما تقولي ما صورتنا؟ لا ما عملت هي ما صورتنا. شفتوا كيف كانت مرعوبة؟ السلام عليك والله في الصورة واحدة. هي هي الروح. ما بده يوازنها هلا بدها تركبنا بالقلابة. اي قلابة؟ اطول منك اطول مني القلابة. ايه 70 هلا بنفرجيكم منظر الزميت من فوق. شو رايك؟ مو اسمك كلنا؟ ايه وفي هون البحر حلو. نغني له يا بحر يا بحر يا بحر يا بحر. ما نغني له يعني. معقول يصير مثل الافلام ومثل فيلم سبايدر مان؟ مثلا بتوقف فينا هيك بعدين تقلب كلها ويجي سبايدر مان. وتكتشفوا انه انا بطل خارق واجي طير قال وشيلته هون. فجأة يطلع لك جناحها. لا انا بتحول لهالك. لهالك.
مسكون وبقتل العالم كده. ضعمت العالم. شلون بدي ادخل انا؟ ضحكوا علي. مرحبا. مرحبا. شو شعوركم وانتو راكبين بالقلابة؟ قصدك يعني ما بحسب وصف شعوري ابدا، يعني كان حلم حياتي عن جد اني اركب بالقلابة. ميرسي كثير مرحبا انك حققت لي هذا الحلم. يا اهلا وسهلا. شعوري لا يوصف. شعورك ان يوصف. وانت شو شعورك وانت هلا طالعه لفوق؟ امي عم تمزح. لا تبقى شيء 10 مرات بتنعش. وانت شو شعورك؟ هلا شوف المنظر من فوق. يلا هذا المنظر بقى بيعقد. لا عم هلا انا طالع هيك لفوق. احنا مو فوق لسه في فوق. لسه في افوق من هيك. افوق من هيك. هون في هذا مانو بلاستيك حتى مانو ازاز بلاستيك. هلا رح اترككم مع مشهد مناظر الطبيعه الخلابه. مدينة إزميت بعيدة 100 كيلومتر عن اسطنبول باتجاه الشرق، وهي تعتبر عاصمة ولاية كوجلي. بتشتهر المدينة بطبيعتها الخلابة، ولأنها موجودة على خليج مرمرة وموجود فيها أكبر ميناء بتركيا، تعتبر واحدة من أكبر المدن الصناعية بتركيا. يعني صح. اول شيء احلى شيء انك انت اليوم ضيفة داروين ستريب ادفايزر واخذتيني على مدينة الملاهي. مغارة اللعب هاي مو مغارة اللعب. ما بعرف. سالي الجمهور. سالي الجمهور. تركب مغارة اللعب الرعب. اكتبوا لي تحت التعليقات. وهي اللعبة بتعلمنا انه ما حدا بيضل بالقمة. قولي بهاي الكاميرا ما راح حسين ضل شايل، بس ما بظن حسين ضل شايل الموبايل هيك. طالعين 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 طالعين. انا راح اضطر اني اطب الكاميرا مشان ما توقع. اوكي خلص مشوارنا اليوم بمدينة الملاهي. شو بتحبي تقولي؟ او لحظة شوي راح اقلب الكاميرا. اشتركوا بالقناة. باي باي. Like them, they suck me out and then
تنطندر وينزل.